السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في قناه سبيسيال تحدي من جديد. معنا يونس نزيه الياس سباط ملقب بسباط. التحدي اليوم مع هو كان معايا اسيستون في الفيديو اللي فات، دونك قلنا غادي نديروا ليه التحدي اليوم. غادي نعطيه جوج دقائق في كارفور، غادي يهز الشاريو وغيتقدى في جوج دقائق، غيهز لي زارتيكل، ما عندوش الحق يهز ارتيكل اكثر من 10 دراهم جوج دقائق. ياك اصبر جوج سطا ها، ما كاينش في كارفور قلم 10 دراهم سير الله. لا كاين سير الله. كاين كاين موجود. يلا بقوا معنا باش تفرجوا في التحدي ونشوفوا الصبط اشنو غادي يهز في التقضيه ديالو. المهم الاخوان ما خلوناش نفيلموا في كارفور، حنا جينا دابا البيم خافوا على المقاطعين. المقاطعين دونك جينا البيم اللي هو قريب غادي نفيلموا فيه الفيديو، دونك بقاو معنا. او معنا دابا الصبط يونس موجود. اخو يونس موجود اخويا، عندك أتمين. عندك جوج دقائق كتهندس. يلا ملي نقول لك ديماري كرونو ديمار صافي. يلا واحد جوج ثلاثة سير على الله. ها هو الصبط كيهز، ما تفوتش 10 دراهم، كتكيل وجاي لحبسك كتكيل. كتكيل يلا شكيت هزها بالربعة بالخمسة. لا واحد ما تصدعنيش، راه خاصني ندير لك البلبالة ضروري. لا ما جاتش، ما شغليش انا. هادشي راه شفتو مقاس، هادشي ديال تهز. لقيتيها ساهلة في بيم، لقيتي كتهز زيد. اي لقيتي كلشي قل من 10 دراهم، هنا خاصني ديك 5 دراهم، ما نديرش 10 دراهم. وي قال لي عمرتي. اي لو تشيز، ولكن لو تشيز راه فايت 10 عندك ما شفتيش. ما فايتش. ها هو مكتوبه ما فايتش اخويا، هذا براسك مكتوبه 11 درهم و90 تما. وي والله لا تشي لاكيس تعاني. المهم اللي مشات لاكيس تعاني. يلا ها هي دقيقه داب داز دقيقه. دابا بغيتي كيجمع لي با حتى كيتقدم سكوت الوليدي. ايوا زكيت قدا ايوا زكيت اش تعمر في الكوزين. زيد قالت لك 30 ثانيه، قالت لك 30 ثانيه. اه لي بات باش دير صوص طوماط بلاتي. اش بس يلا هات لك 10 سكون اصبر. هات لك 10 سكون 10 سكون 10 سكون 10 سكون 10 سكون صافي. حيد او طوب حيد فالاتك صافي. هيا جوج دقائق ديالو واش اجي نعطيك كلمه للجمهور. كي جاك تقول لك كي جاك تقول لهم كي جاك التشالنج. تشالنج مزيان واخا كانوا شويه ديال الحواجز والعوائق، اما راه كنا باغيين نتسقلوا سير مقدر. انت عمرت الشاري شوف يا عمر الشاري بصوت الوالدين تقدا. الله يتقدا بالله. نمشيو دابا لاكيس نشوفوا نشوفوا شنو واقع. ها هو هذه لاكيس صافي ماشي مشكل. ها هو الصبط كيحط لي زارتيكل ديالو. اللي فايتها 10 ما تحطيهاش، اللي فايتها 10 ما تقبليهاش. ساهي راه ما فايتهاش. المهم انتي هي الحكم. لا انتي هي الحكم. المهم هي تعاصق معاك انا هاد براسك. المهم هي الحكم، هي اللي غادي تشوف دابا. صفر تسعين كاين كاين عندك شي حاجه فايت 10 كاين هذاك لا كاين سبيكيلوس سبيكيلوس فايت 10 هزيتي انا عارف. زين غرقتيني الله الله. عطينا اختي جوج دقائق شو شي ها كيطير خصو يخدم معاكم. ها خصو يخدم معاكم جوج دقائق شو هزت فيها مسخوط الوالدين. شو غرقتي فرحان ناشط. ها سويق سوا راه ما فاتش 10 دراهم تسوج. لا خذ سويق ماشي مشكل. خذ سويق خذ سويق. هو خشيك شي في السويك باش المهم هي راه هي راه كتشوف اللي قل من اللي فايت 10 ما دوزش. والله ما كاين شي ارسي كي فايت 10 دراهم.
ياه قلتها لك اخويا لا ما يدوش شريك انيلي انا مازال ما عرفتش تشوف مازال 11.90 هذا 11.90 هو الاقتحام وا اخويا واحد انا خليه خليه شوف 54 ها اخر اختي شحال جاتك تما 170 درهم الله 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 يلاه 171 درهم سي جمع جمع هاد الشهر نقسمو معاك وا تجمع اش تقسم معايا ديالك اخويا ما تقسم معايا ما نقسم معاك انا خلص باركا هاديك باغي نشريها الصباح ياك انا تشريتها هاديك ثم الدراري راه في طايمو بعدا ديال انت كنجوع دارت ياك مزيان واخا ماشي بزاف مي سيبون بعدا 170 درهم ماشي بزاف 170 درهم واخا فيها بزاف تسقاطا دالو مي ضربنا واحد التوشي مزيان الله ياك اخويا عثمان جات مزيان جات مزيان. المهم الاخوان حنا سالينا التحدي صبط من قطره هو فرحان ما شك غادي يعمر بعدا ها هيا تمن لي سويتو تا وحده نسيتي بابي طوالي وي هو اللي نسيتو ماشي مشكل. المهم الدراري اخوان التحدي داز زوين صبط من قطره هو مشى ناشط دوزنا ليه التحدي ديالو جوج دقائق راه هو تقدا عمر ما سالينا يقول لك قسم معايا هذاك الشيء راه ما قسمش معايا انا يا باشا لا لا بصحه وراه هذاك الشيء ديالك شوف حنايا سبيسيال تحدي اخويا الشفافيه والمصداقيه والله المهم نتمنوا انكم تمتعتوا بهذا الفيديو ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش تعملوا الفائده وشكرا يلا الله يعاونك.